دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل ميرا، ان شاء الله يا ربي تكون بخير، وان شاء الله زادة طاقات الممتازة تكون الكيفة الابراج الفلكية. نحكي من برج الحمل حتى البرج الحوت، والبداية معك انت يا حمل اللي تتحسن اوضاعك العاطفية. الثور فترة مالية، رزقك بين يديك، راهي زادة فترة اتصالات تتطور الاحداث، ممكن عندك سفرة. الجوزي تعيش الراحة بعد فترة الحقيقة كانت كلها تراجعات. والسرطان عندك الحب، الأخبار الممتازة هي راهي أخبار إيجابية. الأسد راهو نهاير هذا باش يكون ممتاز، فيه برشة طاقات إيجابية، فما طاقة حيوية كيف كيف، زادة اتصالات تفرهد على القلب. العذراء تعيش تغييرات والظروف الحالية تعاونك زادة على تخطي كل المصاعب. نتعدي ونحن للميزان اللي أموره العاطفية جيدة، عندك خباير زين، ممكن فما ارتباط. والعقرب مولود اليوم اللي نتمنيه لو كان الخير والسعادة، راهو يوم ممتاز، أفكار متجدة ومتنوعة اليوم زادة يا ميرا، عنده الفلوس. القوس فترة ممتازة، أخبار زادة باش تكون أكثر من ممتازة، والأيامات هذه تحكي على الفلوس، تحكي على تغييرات مهنية. الجدي راهو فما جديد في النص الأول من الشهر نوفمبر، تتغير الأحوال للأفضل وتفرض سيطرتك. وكان عدلو يا ميرا عنده بشرة خير، ومن اليوم زادة أنت في المربع الذهبي، هذا حسب بعض التوقعات الفلكية أنه حركة الكواكب تدعم في كل تحركاتك. ونختمو مع حوتة اللي تزهى أياماته ويستقبل زادة الحوت انهاره كان بالموجات الإيجابية. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.